للمزيد حول تحركات رئيس السيسي في نيويورك تنضم إلينا موفدة أون لايف أسماء قنديل. الزميلة أسماء أهلا بك، يعني إليك بعض التفاصيل حول زيارة الرئيس وتوجهاته وتحركاته حول خدمة طبعا مصر وأهم الملفات الخاصة بالشرق الأوسط. اهلا بك شيماء. بالفعل بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي من صباح اليوم في 9:30 صباحا بلقاء عدد كبير من الشخصيات المهمه رفيعه المستوى الامريكيه، ثم يليه ايضا اجتماع مع غرفه التجاره المصريه الامريكيه، ويعقد ايضا اجتماع مع مجلس تفاهم الاعمال الدولي وحوار تلفزيوني مع قناه فوكس نيوز. الحوارات التي سيركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمحور حول الاستثمار المصري وتشجيع الاستثمار الدولي وأفق التعاون المصري الأمريكي في العديد من المجالات الاقتصادية. بالأمس بالفعل عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع السفير السعودي ووزير الخارجية الإماراتية للتفاهم حول الأزمة العربية القطرية، وبالتالي اليوم في تمام الساعة 2:30 ظهرا في مقر الأمم المتحدة يعقد وزراء خارجية الدول العربية الأربع اجتماعا حول الأزمة العربية القطرية مع الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب حول قطر، وصرح بذلك المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية. غدا شيماء يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الأمم المتحدة في 19 من سبتمبر في 9:00 صباحا لبدء جلسة الأمم المتحدة في قاعة جي أي على أن تكون كلمة مصر في تمام 4:00 عصرا بإذن الله. نعم، إذا شكرا جزيلا لك موفدة أون لايف أسماء قنديل، كنت معنا من نيويورك، شكرا لك.